يقولون للأمكنة رائحة تعشعش في الذاكرة وتلهب المخيلة، فما الحال إذن مع مدينة تعبق منازلها القديمة برائحة الياسمين وتعج شوارعها برائحة التوابل؟ هي دمشق التي تحمل في كل ركن منها حكاية فريدة مشغولة برائحة خاصة. ولأنها أقدم عاصمة مأهولة في العالم، فقد كان من الطبيعي أن تكتسب أسواقها سمعة وشهرة عالمية. ففيها وحدها 55 سوقاً ما زالت قائمة حتى الآن، ويعد أبرزها سوقها الشهير البزورية أحد أهم الأسواق الشعبية، ويمتلئ السوق بالأعشاب والنباتات الطبية من كل صنف ولون، والتي تستعمل في الطب التقليدي أو الشعبي. فهذا السوق الذي لا يزال يحتفظ بطرازه المعماري إلى الآن برغم تعرضه للكثير من الكوارث الطبيعية، حيث بقي محتفظاً بسقفه الحديدي المقوس الذي يحجب أشعة الشمس ويقي الزوار من المطر. تتعدد الروائح وتختلط، وبين رائحة التوابل والزهورات الشامية يبقى عطر الأصالة طاغيا،
حيث تستقبلك الرائحة الزكية قبل دخولك السوق كهوية تدل عليه. بلش بشغلة أصغر، يعني هو عبارة بداية عن نقدر نعتبر وعاء ليحتوي أكلات طيبة تكون لصالح العرسان فقط. يعني العريس والعروس ما بيعرفوا بعض بالأساس، فبيتعرفوا من خلال مضيف العريس العروس. هذا نفسه يعني عمره بحدود 20 سنة. تصنيع جديد ما عاد صار لأنه يعني قلت كتير هاي حالة ثبات العرسان. هلا في حدا بيشتري وبيعمل؟ طبعا لسه في هاي العادة. في ناس يعني متعودة على تقاليد معينة فبدها تستمر فيها. كانوا قبل طبعا إنارة ما في يحطوا شمع مشان يشعلوا، بنفس المبدأ القطع الهدايا والأكلات الطيبة، وتطورت صارت القصة إنه فيها كهرباء ممكن يشعل لمبات. بعد ما نحمس اللوز، نحن عم نحمس اللوز بنسيب السكر حتى يصير شكله مثل شكل. عم نرميهم على عدة دفعات، كل ما بينشف بغبي بنرمي رمية بنرمي رمية حتى يصير شكله بشكل ملبس اللي نحن بنعرفه. بنحط له شوية فانيليا آخر شيء مشان الريحة تطلع زي كده. اللي بيقولوا له ملبس طري تبع موالد او ملبس طري لمحمص اللوزة تبع.
شيء للموالي، للمباركات، للحفلات، للأفراح. بالعراس بيستعملوه بالجوامع كمان، بياخذوه للموالي عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هاي هي، فهي هي طريقته. لأن وبياخذوه عالم عرس علي سبحان الله بيحبوا، بيقول لك اخي نبص طريقه واكله سريع، يعني ما انه ضيبات هذا. احنا بنحط مواد سكر وحليب مكور وهي بنعجنها بنحولها لمكنه بتطالعها رفيع مثل رد بنحولها لمكنات بتنشفها بنحط لها اصوات وكذا وبنسحبها من عندها. وحتى أن الشاعر الكبير نزار قباني لم ينسى أن يتغنى بروائح سوق البزورية، فكما قال: أتغلغل في سوق البزورية مبحرا في سحب البهار وغمائم القرنفل والقرفة واليانسون وبماء العشق مرات، وأنسى وأنا في سوق العطارين جميع مستحضرات نينا ريتشي وكوكو شانيل. ماذا تفعل بي دمشق؟ كيف تغير ثقافتي وذوقي الجمالي؟ فينسيني رنين طاسات العرقسوس كونشيرتو البيانو لرحمانينوف. مجرد بردة صار جاهزة للتقطيع، بتفوت على عملية التقطيع اللي هو إما يدوي إذا كانت الراحة سادة، وإما إذا كان الراحة محشية ضمن فستق تقطع المقطع الآلي. بالنسبة للراحة السادة، طبعا بالنسبة بدك في عندك بنفس ترتيب التوخار بوضع فستق ضمن
هذا في السوق الحلبي. لا شو المفضل؟ هذا بنحط ضمن الحشوة أثناء يعني بس تصير عملية استواء بنوضع ضمن الراحة. بتقلب كمان بتنصب ضمن طاولات نفس الترتيب بس طبعا بمساحات ضيقة مساحات عريضة. وعندك هون بعد ما بتبرد لثاني يوم لمدة 24 ساعة بنوضع على هذا المقطع. هذا المقطع عبارة عن حركة هون قياس تمام الأرجيكي عملية الدوران تبعه. هي شفرة هذا مصدر عشان يضبط الحبة ويضبط الجهاز. هي هون عملية هي وعم تمشي تمشي الحبة هي قطعتها رجعناها دفشنا الراحة رجعنا قطعنا ضم السوا مكنة التغليف بعد منها. هي التغليف